السلام عليكم أصدقائي المتابعين، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ وإن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب. اليوم بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن أخبار صايرة باليونان بهالكم يوم اللي راحوا. أول شيء بحب أحكي لكم بأنه للأسف الشديد استقبلنا السنة الجديدة 2023 بوفاة أحد المهاجرين باليونان. للأسف الشديد الحادثة صارت بتاريخ 1/1/2023، يعني بأول يوم بالسنة الجديدة. بهذا التاريخ كان في سيارة نوع فان، كانت عم تنقل مهاجرين، سيارة تحميل كانت عم تنقل مهاجرين لداخل اليونان. بالتحديد صارت هاي الحادثة على الأوتوبان بابين ألكسندر بولي وكومنتيني. كانت السيارة رايحة من باتجاه كومنتيني، من ألكسندر بولي رايحة باتجاه كومنتيني. هاي السيارة طبعا بالخبر مو كاتبين انه كان في مطاردة من قبل البوليس، من كاتبين هاد الشيء. كانت عم يقود السيارة شخص بسرعة كتير كبيرة. عملت هاي السيارة حادث ونقلوا جميع الاشخاص الموجودين فيها على مستشفى ألكسندر بولي. مباشرة كان في شخص واحد من المهاجرين توفى بشكل مباشر، وثلاثة من المهاجرين كانوا مصابين بجروح خطيرة، والإدعشر شخص الباقيين يعني مو كاتبين عنهم شيء. بس ولكن هدول الأربع أشخاص واحد منهم توفى وثلاثة مصابين إصابات خطيرة. هذا هو الخبر الأول. ومنجي على الخبر الثاني. الخبر الثاني بيقول اليونان نشرت تقرير حصيلة صد المهاجرين غير الشرعيين بسنة 2022 بالكامل. يعني سنة 2022 حسب مكاتبين اليونان قبضت أو مسكت 256 ألف مهاجر غير شرعي بسنة 2022 بالكامل. اليونان قدرت أن تمسك أو تضبط 256 ألف مهاجر غير شرعي بهاي السنة. أما بالنسبة للمهربين فكاتبين بأنه بالسنة 2022 بالكامل مسكوا 1491 مهرب، كانوا هن مسؤولين عن تهريب المهاجرين من تركيا لليونان. هذا الخبر الثاني. أما الخبر الثالث يا جماعة، الخبر الثالث بيقول بأنه اليونان صلى يومين ثلاثة عم ينشروا بالأخبار، طبعا حتى على التلفزيون في فيديو في صور هلا رح تشوفون، كاتبين بأنه اليونان رح تبني بشكل عاجل سور باليونان بعد نهر إيفروس. السور طبعا من زمان فكرته كانت موجودة، بس ولكن هلا هو السور عبارة عن سور لصد المهاجرين غير الشرعيين لمنع الهجرة. يعني τις προηγούμενες ημέρες περαστροπολογία για την επιτάχυση της επέκτασης του φράχτη στον Εύρο, όπως κατέθεσε στη Βουλή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου όπως αναφέρεται να αντιμετωπιστεί η απρόβλεπτη και ασυνήθιστη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Κάτι που από ό,τι φαίνεται έχει επιτευχθεί σε μεγάκο στις αρχές του φθινοπόρου. Το σχέδιο Ακρίτας περιλαμβάνει άμεσα μέτρα και προτεραιότητες. السور بطول 35 كيلومتر. طبعا السور وين راح يكون موجود؟ راح اشرح لكم اياه على الخريطه، لانه لو حكيت لكم اسماء المناطق ممكن ما راح تعرفوا. بس ولكن المناطق يلي اكثر المناطق عم بدخلوا فيها المهاجرين غير الشرعيين من تركيا لليونان راح يتم بناء فيها هذا السور. Thank you.
بتعرفوه المناطق لافارا وسوفلي والمناطق القريبة منهم. هذه المناطق عم يكتبوا هلا بشكل عاجل جدا، هلا بعد اسبوع تقريبا راح يبدوا ببناء هذا السياج. طبعا لو بنوا هذا السياج، لو بنوا 1000 سياج، المهاجرين اللي عم يمشوا باليونان مئات الكيلومترات بالغابات اكيد ما راح حدا يمنعهم عن الهجرة غير الشرعية، بس ولكن مجرد ان الطريق راح يصير صعب فقط. واخيرا الخبر الاخير اللي هو بيتعلق فيني انا، الحمد لله رب العالمين، بعد طول انتظار تم تحديد يوم نقلي لألمانيا. رح يتم نقلي لألمانيا من هون من تيرنوزن لألمانيا بتاريخ 13/1/2023، يعني تقريبا بعد أسبوع من الآن. الحمد لله رب العالمين. هاي أخباري لكم، ديروا بالكم على حالكم، والسلام عليكم.